يعيش الوسط الإعلامي في أفغانستان حالة من القلق العميق بسبب ارتفاع حجم التهديدات الأمنية ضد الإعلاميين. هذا الواقع دفع بعضهم إلى مغادرة البلاد أو الحد من تنقلاتهم خوفا على حياتهم إثر مقتل 7 صحفيين خلال شهرين. الصحفي الأفغاني سلطان فيضي بات حبيس مكتبه، هكذا يمضي أيامه ولياليه في تغطية المشهد الأفغاني. صار على هذه الحالة منذ أكثر من شهر بعد أن أرسل عائلته إلى الخارج. لم يعهد هذا الحجم من التهديدات الأمنية طيلة سنوات عمله الاحترافي. الوضع خطير جدا، ليس فقط بسبب كتم أصوات الصحفيين، بل لأن المجتمع الدولي لن يعلم ما يجري في أفغانستان في هذه المرحلة الحساسة. الاغتيالات المتسلسلة والمخاطر المحدقة بالصحفيين الأفغان على مدى الشهرين الماضيين دفعت إعلاميين بارزين إما لاختيار الحجر المنزلي أو الهجرة إلى الخارج على عجل. نحن لا نحمل السلاح، وعدونا خفي، ليس من العقل والحكمة أن نمشي فوق حقل ألغام. الوضع الجديد أثر سلبا على الحريات الصحفية في أفغانستان لجهة تشديد الرقابة الشخصية وخفض الإمكانات الإنتاجية وفقا للمؤسسات المعنية. على السلطات إجراء تحقيقات شاملة حول ظروف مقتل الصحفيين وأن تضع نتائجها أمام المجتمع. تحقيق بكرة وبعد. الوسط الإعلامي الأفغاني فقد خلال شهرين 7 إعلاميين تباينت ظروف مقتلهم ولم تعلن أي جهة المسؤولية عنها. ما يتعرض له الإعلاميون الأفغان يجافي دورهم البارز في نقل كل صغيرة وكبيرة من القرى النائية من سفوح بامير إلى غياهب كهوف تورابورا مرورا بأشجار رمان قندهار، وما بين ذلك الكثير من حكايا شعب مشبع بالآلام ومثخن بالجراح نقلها هؤلاء الإعلاميون من الألف إلى الياء. جواد جوادي، العربي، كابول.